انا اسمي صبر عبد الوهاب، كنت شغال بياع بس كان معايا مكنه اللي هي المكنه المسنده دي، اتسرقت مني صراحه، ركنتها جيت مدينه. فبابا انا البيع والشراء تعب معانا شويه والجو مريح، قلت اشتغل في الزباله لما اي حاجه نجيب مصاريف ورزقنا كله على شويه الزباله دي، وانا عندي 56 سنه. ساعات ما اتخلقت وانا في الشارع، يعني يوم العيد، يوم العيد الساعه 10 الصبح كنت بلم في الزباله، ناس تعيد وانا شغال، انا بروح من هنا الساعه 11 بتشطف واكل لقمه واريح، واقوم الساعه 3 او 4 او قبل اذان الفجر وخلاص بقى شويه الشغل اللي هنا، وكان اي حاجه وريحني ساعه هنا ما في نفس المكان لحد الشمس ما تطلع وما اشتغل. الواحد ربنا خلقه ما عرفش يجيب اللقمة بتاعته إلا بالشيء حلال. أصعب حاجة الإزاز، الإزاز ده سواء مدي على الشنطة بتاعها حاجة ماسك إزازة مكسورة زي ما أنت شايف من الضواب اللي جاي، والريحة اللي طالعة من الشنطة، يعني ممكن إزازة زي دي ممكن ماشي أنا واخد بالي منها، أهي بص عاملة إزاي، باجي هبشها بتيجي مقطعة لي إيدي على طول. زي سموس ده وقع على ازازه برضه الزباله هنا عورت ورجلي، مفيش فرصه للتعليم، اقدم عليك اصرف عليهم التعليم عايز بصري، وبعدين ما فيش امكانيات للتعليم زي ما انت عارف، هو بس موكله من شرور هي ظروفه حكمت كده، اعمل له ايه؟ وانا هشيله على ظهره واشتغل اهو بيلعب معاه، هي دنياه دي دنيته، دنيته هو ربنا فين يعني، وربنا كريم. بالنسبه للحلاقه دي عشان شغال طبعا في الكمامه، شغلي اليته في الزباله يعني، وبتلم تراب، شعري بيلم تراب ووسخ والكلام بقى، يعني لازم احلقها. انا متجوز بقالي 22 سنه بالظبط، ومعايا 4 بنات وعاطف ده اخر حاجه الصغير، اسمي فتحي، بساعد جوزي عشان ملوش اي دخل ولا له اي معاش ولا له مثلا الراتب اخر الشهر ولا كده، فلازم انا اساعده عشان اربي عيالي وكده، وساعد بره في المعيشه. ما اتجوزت كنت شغال بياع خضار، فما يعني البيع والشراء برضه البياعين زي ما تقول كثرت وكده والكلام ده، ف ما نفعتش معانا البيع والشراء، ما نفعش معانا، فاحتاجنا نشتغل الشغل ده اللي هو اللي يعني بننقي بلاستيك وكلام الزباله والحاجات دي وبنسترزق منها، مش وظيفه حكومه عشان استنى راتب اخر الشهر او في نص الشهر. زي ما هو بيعمل انا بقى، زي ما هو بيلم شغل من الزباله انا برضك بلم شغل من الزباله.
عشان العيال وكده برضك، في عيال هتخش مدارس وواحدة بجهزها يعني، ما جبتلهاش لسه هتدخل في العيد، ما جبتلهاش أي حاجة، لازم أنا أشتغل معاها عشان ربنا يسترها وكده. ما فيش دخل عشان أجيب لها الحاجات اللي هي عايزاها. وقبل كده برضك اتنين فاتوها عشان خاطر الجهاز ما كملش ولا جبنا حاجة، ولا وهم بتبقى جاهزين واحنا مش جاهزين. جوازنا اتنين وفاضل اتنين، وهي شغلتنا دي. لينا وشربنا طول النهار بره، مثلا نجيب طعمية، نجيب فول، ناكل، نجيب جبنة، نجيب نقضيها يعني طول النهار. اما بنيجي هنا بنجيب اي حاجة، مثلا بيض بردك ناكل اي حاجة عشان نعدي اليوم. يعني هو ربنا اللي بيقضيها بقى. ممكن نجيب مثلا ب2 جنيه فول وكيلو قوطة والكلام ده، ونعدي يومنا نعمل فول بطماطم ونعدي يومنا. نجيب مرة في الأسبوع مثلا نطبخ، نجيب لحمة فراخ في الأسبوع مرة وبتتقدر، وربنا على قد مكسبنا بناخد نص. كل اللي يشوفني مثلا، ايه اللي خلاك اشتغلت كده؟ ايه اللي خلاك عملت كده؟ يعني ما ينفعش كده، ده اكل عيش، انا ما بستعيبش من حاجه، انا عندي اي حاجه تجيب فلوس وتستر مش مشكله عندي. يعني من 5 لـ10، من 5 بعد الفجر لحد 10 بالليل شغله متواصل على طول كل يوم. فاليوم اللي بنريحه ما فيش دخل، يعني اليوم اللي انا كنت مدخلها الحضانه، فما قدرتش بردك على مصاريف الحضانة بردك، في يعني بياخدوا 150 جنيه كل شهر، سواء بيجي 150 جنيه ده آخر الشهر أنا ما بلاقيهاش. فوديتهم شهرين وقعدتهم، ده تدخل السنة دي هقدم لها وده يدخل حضانة بردك. ودكم اللي اتجوزوا الاتنين بردك كنت معلماهم بردك، واللي هي بجهز فيها دي بردك معلماها. فاحنا بنصبر على نفسينا شوية، يعني احنا بنصبر على نفسنا عشان ايه؟ عيالنا ما تحتاجش لحاجة، وربنا ما بيسيبش حد. لطف النور ده عشان ننام شوية بس كده، ساعة ولا حاجة كده.